بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، النهاردة هنكلمكم عن إهدارات المستخدمة في تدفئة عنابر الدواجن والصوب الزراعية والاستخدامات المختلفة. طبعا عندنا في عرب جروب بنوفر أنواع مختلفة من الإهدارات. عندنا تشكيلة كبيرة جدا. أول حاجة ده الهيتر اللي هو الألف متر، ولاعة ريال إيطالي، موتور شيما إيطالي. ده 1000 متر ولاعة ريال إيطالي، موتور شيما إيطالي. عندنا الهيتر اللي هو 70 بترومبا. عندنا الهيتر 50 أبو فهماية. طبعا بالنسبة للهيتر النيوتيك احنا عندنا منه تشكيلة كبيرة جدا. عندنا هيتر دي اتش 30 40 50 60 بنفس هذا الشكل، من اول مساحة من اول 100 متر، ويشتغل معنا برضو بأول 50 لحد مساحة 400 متر. عندنا هيتر الغاز اللي هو 500 متر، ده عندنا منه بيغطي 200 و300، وده طبعا عينة بيغطي اللي هو 500. بالنسبة لهيتر النيوتيك عندنا ده الهيتر اللي هو 1200 متر، وفي منه 2000 متر اسمه اتش 100. ده الهيتر النيوتيك من 800 ل 1000، من 800 متر 1000 متر اسمه ام 85، واللي جنبه ده ترنيدو 115، واللي جنبه ده اللي هو اس تي 100. اس تي 100 ده بيغطي مساحة 500 متر، وفي منه ام 85. ام 85 بيغطي مساحة 500 متر ولكن بمدخنة. ده من غير ايه؟ من غير مدخنة. ده في منه بمدخنة نفس الشكل ده. عندنا تلات كهرباء 3 كيلو، وعندنا 5 كيلو. عندنا 3 كيلو و 5 كيلو. عندنا هيتر كهرباء 200 متر وهيتر كهرباء 300 متر. عندنا تشكيلة كبيرة جدا من الهيترات. شركة عرب جروب دي أرقام المبيعات، وده الشغل اللي موجود عندنا كله. طبعا أنا بعمل فيديو وإحنا في معرض أجرينا. طبعا عندنا دفايات أردني 3 مقاسات، وسط وصغير وكبير. شركة عرب جروب.